كابتن عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، صباح الخير يا فندم واهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا. كابتن عصام، يعني عايزه بس هبدا مع حضرتك بحاجه تانية خالص. دايما بنبص على الحاجات اللي ما عرفناش نحققها، نص الكوبايه الفاضي احنا دايما عينينا بتبقى عليه. وطبعا كان السؤال الاهم والابرز امبارح بعد مشاهده الجوائز، لماذا لم يتم اختياره او اختيار صلاح في التشكيله المثاليه؟ يعني اتصدمنا كلنا. لا، الحكايه انه الجوائز بيتم توزيعها على الافضل من وجهه نظر اللجان الفنيه من ناحيه، ومن وجهات نظر كمان بيبقى في 50% في التصويت جماهير، لكن التشكيله المثاليه مش صلاح بس، كورتوا الحارس الافضل في العالم ما دخلهاش. صحيح. وبالتالي هم بيخلوا بالهم انه يدوا تشكيله مثاليه من كاس العالم. فمو صلاح فرعون الذهبي صانع السعاده ما لعبش الماتشات كلها، ده من جانب. ومن جانب اخر، مش بطريقه يعني زي ما الناس بتقول انه بيبقى فيه تحيز كامل، لكن هم فعلا بيحاولوا يدوا كل الناس في اكثر تقدير مساحة من انه يبقى الافضل حتى لو كان عددهم كبير يتم وضعهم في الجوائز. خلي بال حضرتك وكل جمهورك المحترم انه ايضا هناك تسويق ومبيعات وما يسمى بالاعلان، لان هو ده عصب صناعة كرة القدم والرعاة وكذا، وبالتالي في دخل للاشياء دي حين الاختيار، لكن ما بيقدروش يتجاوزوا ان مو صلاح واحد من العشرة الكبار في العالم. لما تمت التصفية بقى ضمن الثلاثي في الاختيار النهائي، تخيلي ميسي خارج الموضوع. صحيح. وبالتالي اعتقد ان الشباب المصري لازم يعي تماما ان كلنا بمنتهى الوضوح لازم نبقى سعداء، فقد حصدنا ما يمكن ان يكون حلم سعيد طبعا. كلنا حلمناه وبالتالي تم تحقيقه بالكامل حتى الآن. مو صلاح أمامه فرص متعاظمة في المواسم اللي جاية، أعتقد أنه يوما ما سيحصد المركز الأول. نعم. امبارح كمان كان في شيء مستغرب استاذ عصام، انه كتير من قاده المنتخبات العربيه ما ادوش اصواتهم لمحمد صلاح، وده شيء يعني انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا، وكان في حقيقه استجابه. بتفسر ده بايه؟ يعني دول عربيه قليله اعتقد، موريتانيا والمغرب ودوله اخرى اعطتنا اصواتها، لكن الباقيه حتى رشحوا ناس لم تكن موجوده على القائمه زي جريزمان مثلا. هي فكرة الكلام عن أجواء عربية رياضية وتوجه عربي رياضي واحد، ثم تجد أي لقاء عربي يحمل يعني مش الإثارة، لا ده ما بعد الإثارة، ده بيحمل أحيانا إن احنا نبقى بنلعب مباراة يعني نسيء فيها لمعاني الأخوة العربية والعرق الواحد. اعتقد دي ظاهره بتبان دايما، ونقعد بعدها نقول لا يا جماعه مش ماتش كوره، لا يا جماعه ما ينفعش كان يحصل كذا، طب يلا بقى الماتشات الجايه ما نعملش كده. هو يعني الحقيقه فكره الرياضه والصراع العربي في الرياضه ده فكره يعني ما هياش جديده وما هياش غريبه. المفاجاه بس ان على ما يبدو ان البعض منهم لم يكن يعرف ان الفيفا بتعلن بعد نص ساعه من اعلان الجوائز من أعطى من وطريقة التصويت. على أي حال، مهما كان حتى سواء كان تصويت ضدنا أو معانا، لكنه في النهاية احنا بنحتفل بنا محمد صلاح، وإن شاء الله الفرصة دي زي ما حضرتك قلت قادرة إن هي تتكرر مرة واتنين، لأنه لسه سنه صغير، عنده 26 سنة، وإن شاء الله نشوفه مرة أخرى، بس المرة دي الجاية تبقى ذا بيست إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. إنه كل الشباب يعني ان احنا فزنا فعلا بكل ما يمكن ان يكون حصاد. يكفي ان الصفحات اصبحت عربيه في مجال كره القدم، ليس في الدوري الانجليزي فقط لكن في الدوريات الخمس الكبرى حول العالم. صلاح انجز ما لا يمكن ان يصل اليه احد بعده. الامل الوحيد الحمد لله في مصر ان يخرج اكثر من مو صلاح قريبا ان شاء الله. واحلى جون بتوقيع مصري في 2017، وده شيء يكفينا جدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت.